والله اليوم شفنا شوطين، الشوط الاول اللاعبين تاعنا كانوا متسرعين شويه، خاصه تسجل علينا الهدف في 7 دقائق الاولى، تسرعنا خرجنا شويه من المقابله. الشوط الثاني تعطيناهم ارشادات باش نعاودوا نولوا في اللعب تاعنا، الحمد لله جاء الهدف في وقته، وحتى يعني ما لي جوار زون با بي سيليبرا، لعبنا حتى اللي سجلنا الهدف الثاني. نظن العلامه كبيره للاعبين اللي عليكم. نشكر اولا الجمهور هذا اللي وقف معنا، ونشكر صحابي على الريزلت هذه، ونكيسينا بيت الاول بريمي ميطون، كي دخلنا في الميطون ونكيسينا ما تقلقناش، لعبنا البوله تاعنا، قعدنا كونسونتري بيان كونسونتري في الماتش تاعنا، في الميطون ما رطينا عده فرص، الحظ ما كانش معنا، جا الميطون دخلنا في فيستير، ونطينا نهضر معنا باللي كونسين تاعو طبقناهم، قالنا ما تقلقوش حطوا البوله تاعنا نعرفوا نلعبوا. انا وشفنا مقابله كبيره اكفاء لما توافقوني الراي في هذه، فريقين يعني اثنين يعني يحتلوا نفس المرتبه بالاسم تاعهم راك فاهم. كيما فات وقت ماضي انني جيت هنا وفزت عليهم، اليوم هم فازوا عليا عادي، انا مورف افوز عليهم هنا، اليوم هم فازوا عليا هنايا ما عنديش مشكل، لكن شنو هو؟ انا نشوفه باللي المقابله اليوم مشات على جزئيات صغيره. راك فاهم اول حاجه احنا البيت تاعنا كان في الديمينيت الاولى سير بالاريتي راك فاهم زيد. كيفاش قال لي كيفاش كنا قادرين نقتلوا المقابله. ذير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.